ظاهرة إقالة واستقالة المدربين في البطولة الوطنية علامة مسجلة في دور موبيليس. الفوضى وعدم الاستقرار في العارضة الفنية السمة البارزة في كل موسم، معطيات حتمت على المديرية الفنية التدخل من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تشهدها البطولة الوطنية في سوق انتقال المدربين. إجراءات جديدة قررت الفاف اعتمادها لوضع حد لفوضى مدربي الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني، وذلك بمنح الفرصة لكل فريق من أجل إصدار إجازتين فقط لمنصب مدرب رئيسي طيلة الموسم الكروي، الأمر الذي سيضع الأندية في موقف لا تحسد عليه، خاصة تلك التي دأبت على تغيير المدربين بعد كل نتيجة سلبية. قوانين مست أيضا المدربين الذين باتوا يملكون إجازتين فقط خلال الموسم في الرابطتين الأولى والثانية، وذلك في مرحلة الميركاتو فقط. الفاف ومن خلال قانونها الجديد أجبرت أندية النخبة على تعيين مدير رياضي في الفريق، كما سمحت للفرق المحترفة بإشراك 3 لاعبين من فئة الأكابر مع فئة الأمال في البطولة الوطنية فقط. هي إذن قوانين جديدة تهدف إلى الحد من فوضى انتقالات المدربين، لكن السؤال الذي يطرح: هل ستجسد هذه القوانين على أرض الواقع أم أنها ستبقى حبرا على ورق؟